رب أوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. يا رب ما لي سواك إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أناب. متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابة. هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مقربا ومهابا. فوق البساط لنا ونودي باسمه يا محمد لا تخف إرعاب. أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك. أنت الذي من نورك البدر اقتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كنا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك تقسمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك بقربه وحباك. وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك. أيها الأحبة الكرام، وكما بدأنا ليلتنا بالقرآن نختتمها بالقرآن. هيا بنا نعطر المكان ونشنف الآذان بآيات الله الواحد البيان الذي به تطمئن الأفئدة والأبدان والذي أنزل على نبينا العدنان بصوت قارئنا الكروان كروان الإذاعة المصرية قمر الفجر والأمسيات الدينية فارس الحفلات الدينية والذي تشرف وتفخر به الليالي القرآنية المحكم الأول في المسابقات العالمية ملك المقامات ومحرك القلوب فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة يتلو آيات مسك الختام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم Oh,
ولسوف يعطيك ربك فترضى.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث والله أكبر ولله الحمد الرحمن الرحيم
عدد الشرف تصدرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فإذا إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتح.